بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأحبة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة، في فيديو جديد من سلسلة المراجعة النهائية. اليوم إن شاء الله رح نشوفوا التشبيه وأحكامه، رح إن شاء الله نشوفوا منهجية يعني في ورقة الإجابة كيفاش نكتبوا وكيفاش نجاوبوا في ورقة الإجابة، بعد ما نتعرفوا على أركان التشبيه، أنواع التشبيه وأدواته. معنا إحنا اليوم راح نديروا كل ما نحتاجه. بالنسبة اللي مش فاهم كيف يفرق بين التشبيه والاستعارة، وكاين فيديو سابق راح تلقوه إن شاء الله في الوصف الأسفل، تشوفوا كيف أفرق بين الاستعارة والتشبيه والكناية، ومن بعد تجي هنا تجي إن شاء الله جاهز. نبدأ مباشرة في الأنواع، ومن بعد نبدأ ونطبقوا على الصورة الأولى ونطبقوا على الصورة الثانية. معناها هذه نعتبروها ورقة الإجابة، يعني هذا حقل العمل هنا. وش راح نديروا جماعة الخير؟ التشبيه أول حاجة لازم نعرفه الأدوات، وش هي الأدوات تاعه. عدنا الأداة الأشهر اللي هي الكاف، وعدنا مثل، وعدنا كأن، وكاين أفعال كما يشبه، يضارع وغيرها إلى آخره. صح جماعة الخير، أنواع التشبيه احنا هذولا من المشهورين، الكاف هي أشهر أداة. أنواع التشبيه عندنا التشبيه التام، ما حضرت فيه جميع الأركان، مثلا المال كالغيث في نفعه، المال كالغيث في نفعه. أين المشبه؟ راح تقول لي المال، أين المشبه به؟ الغيث، الكاف أداة والنفع وجه شبه. إذن هنا نقول هنا يا حضرت فيه ولا جميع الأركان، حضرت جميع الأركان. صح جميع الأركان حاضرة. أما التشبيه البليغ وش عندنا يا جماعة الخير؟ التشبيه البليغ المال غيث. خلينا نحافظ على نفس المثال. ماذا تلاحظ هنا؟ حذف الوجه وحذفت الأداة. إذا احنا نقوله هنا وش عندنا فقط؟ عندنا المشبه زائد المشبه به فقط، معناها الأداة محذوفة والوجه محذوف. أما التشبيه المجمل المال كالغيث، وش عدنا الشيء المحذوف هنا؟ قل لي، راح تقول لي الشيء المحذوف هو الوجه. إذا هنا عندي نديرو المشبه زائد المشبه به زائد الأداة، إذا وجه الشبه لا يوجد. التشبيه المؤكد عدنا المال غيث في نفعه، المال غيث في نفعه، المال غيث في نفعه. وش راه ناقصني هنا؟ تقول لي ناقصة الأداة. إذا عدنا المشبه زائد المشبه به زائد الوجه، يعني لا توجد أداة. احنا دائما يا جماعة الخير نلاحظ احنا الوجه الشبه هو الأساس، لأن كاين اللي يشوف وجه الشبه يقول لك لازم يجي في الأخير، لا غير صحيح، قادر وجه الشبه يكون في الوسط عادي. وجه الشبه يجب أن يكون صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به. المشبه به دائما نلقاه لاصق في الأداة، رانا متفقين. صح، نذهب إلى المثال الأول يا جماعة. الأدب اجتماعي كالإنسان، الأدب اجتماعي كالإنسان. صح، عدنا المشبه اللي هو الأدب، عدنا المشبه به اللي هو الإنسان، والأداة يا أخي قلنا المشبه به لاصق في الأداة. إذن اجتماعي هل هي صفة؟ نعم، إذن صفة مشتركة بين الإنسان والأدب، إذن تشبيه تام. إذن نكتب في ورقة الإجابة لازمني نكتب لهم الصورة، نكتب العنوان ديال الصورة بيانية، ونقول لهم تشبيه تام، تشبيه تام. صح، ابقى لي الشرح. احنا نقول ذكر المشبه، من هو المشبه؟ والمشبه به، من هو المشبه به؟ والوجه، شكون هو الوجه؟ والأداة. إذن يتساءل المتسائل اسكو لازم نذكرهم؟ لازم تذكرهم ضروري. المشبه وهو الأدب،
المشبه وهو الأدب، المشبه به وهو الإنسان، ها، والوجه وهو اجتماعي، والأداة وهي الكاف، والأداة وهي الكاف. أثره إحنا وش نديرو؟ أثر عندنا أثرين، تقوية المعنى وتوضيحه، والأثر الثاني عندنا المطابقة بين المشبه والمشبه به. نكتب المطابقة بين الإنسان وبين الأدب والإنسان. إذن دائما نقول المطابقة بين المشبه والمشبه به، المطابقة بين المشبه والمشبه به. نكون هكذا تحصلنا على العلامة الكاملة بالنسبة لدراسة الصورة. أروح نشوف الآن الصورة الثانية، المرء وحش، خاصني الوجه وخاصتني الأداة. إذن عندي البليغ فيه المشبه والمشبه به فقط، اللي المشبه اللي هو المرء والمشبه به اللي هو الوحش. نكتب لهم في ورقة إجابة دراسة الصورة البيانية المرء وحش، لازم نكتب الصورة. نكتب الآن نوعها تشبيه بليغ، الشرح نكتب ذكر المشبه وشكون هو، والمشبه به شكون هو، وحذف الوجه والأداة. أستاذ لازمني نقول لهم حذف؟ لازم، وحذف الوجه والأداة. إذا من هو المشبه اللي هو المرء، والمشبه به اللي هو وحش. الصورة البيانية والأثرها يبقى نفسه، تقوية المعنى وتوضيحه. وش عندي أيضا؟ المطابقة بين المرء والوحش، المطابقة بين المرء والوحش، لأننا احنا قلنا المطابقة بين المشبه والمشبه به. جماعة الخير، نذكر أننا لازم كي نعودوا في ورقة الإجابة لازم نكتبوا العنوان التالي، دراسة الصورة البيانية. خطوة ثانية لازم نكتبوا الصورة البيانية. خطوة الثالثة النوع، الشرح، الأثر. كاين اللي عنده حساسية ما يشتيش يكتب العناوين، يعني يسرط العناوين هذو ياكلهم ما يكتبهمش كاع، حذاري يا جماعة الخير. كتابة العناوين عناوين ضرورية وأكيدة. جماعة الخير، الآن راح ننتقل إلى بعد الفاصل، نعطيكم بعض التشبيهات لتخدموها لي وتخلوها لي في لي كومنتار. بطبيعة الحال نذكر أن هذا الدرس موجود على شكل PDF في الانستغرام تاعي، في الفيسبوك أيضا موجود يعني بشكل مفصل، راكم يظهر لكم الآن في الشاشة. وعندي أيضا تمارين مكثفة أخرى في الانستغرام وفي الفيسبوك كما قلت. الآن نخلي لكم بعض التمارين بعد الفاصل يا جماعة. عدنا مجددا يا جماعة، عدنا الآن يا جماعة الخير تطبيقات. هذو التطبيقات راح تخلوهم لي في لي كومنتير، أكيد راح تدي لي نوعها، شرحها، أثرها، كشغل راك تخدم في ورقة الإجابة، وأنا سأطلع وأجيب على بعض الصور البيانية. العلم سلاح نافع. انطلقت السيارة سريعة مثل الصاروخ. الجزائر رسالة. السياسة أوهام. الكتاب مثل الصديق. جماعة الخير، حاولوا لي في هذه التطبيقات وخلوهم لي في لي كومنتار، ومن بعد الحل تلقوه إن شاء الله في الانستغرام مع مجموعة من التمارين الأخرى. حظا موفقا للجميع، تحياتي لكم، سلام.